الحلقة دي من أهم الحلقات اللي هتكون موجودة على القناة، لأن في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن شرح فعل. من أهم الأفعال الموجود في الإنجليزي هو فعل have or has. have or has. have has فعل بمعنى يمتلك أو لديه، يمتلك أو لديه، وكمان بيجي بمعنى يتناول، يتناول بقى مع الأكلات والمشروبات. النهاردة في الفيديو ده هشرحه بمعنى يمتلك أو لديه. هنيجي نبص كده على أول حاجة، هنلاقي ضمائر الفاعل I, we, you, they بيجي معاهم have. I, we, you, they بيجي معاهم have، بمعنى الجمع بيجي معاه have. ولكن لو جينا نبص على has هنلاقي إن جاي معاه ضمائر الفاعل المفردة اللي هي he, she, it. اللي مش عارف ضمائر الفعل هقول لكم انا معنى كل ضمير من الضمائر دي. عندنا اول ضمير I بمعنى انا، we يعني نحن، you انت او انتم، they هما. عندنا بقى هي يعني هو، ده ضمير فاعل مفرد، she يعني هي برضو ضمير فاعل مفرد، it هو او هي لغير العقل وبرده ضمير فاعل مفرد. اذا المفرد بيجي معاه has ولكن الجمع بيجي معاه have. يعني لو عايزه اقول انا امتلك هبدا اقول انا يعني ايه، انا يعني اي، انا يعني اي. اي هنيجي نبص كده ايه اللي بيجي معاها have ولا has، طبعا بيجي معاها have، يبقى اي هاف يعني انا امتلك او انا لدي. اي have. بص على المثال الاول، هنلاقي ان انا استخدمت ضمير الفاعل I بمعنى انا، جاي معاه have زي ما اتفقنا. I have انا امتلك، I have a face and teeth، I have a face and teeth يعني انا امتلك او انا لدي وجه واسنان. I have a face and teeth، I have a face and teeth. طيب في المثال التاني هنا استخدمت انا ضمير الفاعل she بمعنى هي، وده ضمير فاعل مفرد. هنيجي نبص على القاعدة، هنلاقي هنا ان ضمير الفاعل she جاي معاه has، اذا لازم اقول she has، ما ينفعش اقول she have هتبقى غلط. يعني انا لو استخدمت have مع she كده انا جملتي مش صحيحة، ولكن لازم استخدم has مع ضمير الفاعل she اللي هو ضمير الفاعل المفرد. she has legs and feet، she has legs and feet يعني هي تمتلك او هي لديها ثيقان وقدمان. legs دي جمع كلمة leg يعني ساق، جمعها legs ثيقان. في المثال اللي بعديه، he has a black hair، he has a black hair يعني هو لديه شعر اسود، هو يمتلك شعر اسود. هنا has بمعنى يمتلك او لدي، جاي مع ضمير الفاعل المفرد he، كمان استخدمت has مع ضمير الفاعل المفرد she، ولكن استخدمت هنا have مع ضمير الفاعل I. اذا لازم اخد بالي امتى استخدم has وامتى استخدم have. has بتيجي مع ضمائر الفاعل المفردة he, she and it، ولكن have بتيجي مع ضمائر الجمع، عندنا I, we, you and they. في المثال الأخير، they have a new house، they have a new house يعني هما لديهم أو هما يمتلكوا a new house منزل جديد، هما يمتلكوا منزل جديد. they have هنيجي نبص كده على ضمير الفاعل، هنلاحظ ان هو they، they اتفقنا بيجي معاه have، اذا لازم اقول they have، they have a new house، new house يعني منزل جديد، they have a new house. يبقى اخدنا مرة بضمير الفاعل I، اخدنا جمل بضمير الفاعل المفردة اللي هي she and he، واخدنا جملة باستخدام ضمير الفاعل الجمع they. عرفنا ان I بيجي معاه have، ضمير الفاعل الجمع they بيجي معاه have، لكن الضمائر المفردة زي she and he بيجي معاها has. ناخد بالنا كمان ان الجمل دي كلها مثبتة، الجمل دي كلها في الاثبات، لسه بقى هناخد الجمل المنفية. يبقى انا في الاثبات بستخدم have بس، ما مش بضيف عليها اي حاجة، وبستخدم has بس مش بضيف عليها اي حاجة، لان لسه في النفي هنستخدم have and have وهيجي معاهم حاجة معينة علشان انفيهم. اذا الجمل دي مثبتة. تعالوا بقى نقرأ الجمل دي كلها مع بعض تاني. I have a face and teeth، she has legs and feet، he has a black hair، they have a new house، I have a face
and teeth. She has legs and feet. He has a black hair. They have a new house. I have a face and teeth. She has legs and feet. He has a black hair. They have a new house. Have and has. Have and has. فعل بمعنى يمتلك أو لدي. I, we, you, they. بيجي معاهم have. He, she, it. بيجي معاهم has. كده خلصنا الجمل المثبتة. في الجزئية دي بقى هنتعلم النفي. ازاي انفي have and has؟ هنيجي كده نبص على القاعدة الاولى. عندنا I, we, you, they. في النفي بيجي مع have don't. يعني بحط قبل have بس don't. تبقى don't have. Don't have. Don't have. لو جينا بقى نبص على القاعدة التانية هنلاقي ضمائر الفاعل المفردة he, she, it. وبرضو have. امال فين has؟ has في النفي مش بتكون موجودة. has بترجع لأصلها have مع النفي اللي هو doesn't. يبقى في النفي مع ضمائر الفاعل المفردة بنرجع has تبقى have ونستخدم معاها doesn't في النفي تبقى doesn't have. يبقى مع النفي اللي هو don't أو doesn't have بيفضل زي ما هو have ولكن مش بيكون has. don't have doesn't have. وهنلاحظ ان الفعل هنا مش جاي has. يبقى انا بنفي باستخدام don't have او doesn't have. don't have مع ضمائر الفعل الجمع. doesn't have مع ضمائر الفعل المفرد. هنبدأ ان احنا نمشي على القاعدة دي ونكتب جمل منفية باستخدام don't have or doesn't have. في المثال الاول استخدمت انا ضمير الفاعل I. هنيجي نبص على القاعدة هنلاقي I في النفي بيجي معاه don't have. اذا I don't have. I don't have a beak. I don't have a beak. يعني انا لا امتلك منقار. beak هنا يعني منقار. في المثال اللي بعده استخدمت ضمير الفاعل he. he بمعنى هو. قلنا he بيجي معاها doesn't have في النفي. اذا لازم اقول he doesn't have. He doesn't have a fur. He doesn't have a fur. يعني هو لا يمتلك فرو. هنا fur بمعنى فرو. They don't have money. They don't have money. هنا they ضمير فاعل جمع. احنا قلنا مع ضمير الفاعل جمع بننفي باستخدام don't have. في المثال الاخير استخدمت ضمير الفاعل she اللي هو المفرد ومع المفرد بستخدم في النفي doesn't have. doesn't have. انا برجع دايما للقاعدة الاساسية علشان امشي عليها. انا لو عايز اكون جملة صحيحة لازم امشي على القاعدة. القاعدة عندي هي الاساس. she doesn't have a car. she doesn't have a car. يعني هي لا تمتلك سيارة. يبقى ببساطة جدا في النفي علشان انفي الفعل have or has بستخدم يا don't يا doesn't. استخدم don't او doesn't. don't have doesn't have. امتى بقى استخدم don't have وامتى استخدم doesn't have؟ don't have دي مع ضمائر الفعل دي I, we, you and they. لكن doesn't have مع ضمائر الفعل المفردة اللي هي he, she, it. يبقى اخد بالي don't مع ضمائر الفعل دي لكن doesn't مع ضمائر الفعل دي. وhave ثابتة زي ما هي سواء مع ضمائر الفعل الجمع او مع ضمائر الفاعل المفرد. يبقى في النفي بيجي don't have or doesn't have. I don't have a beak. I don't have a beak. He doesn't have a fur. They don't have money. She doesn't have a car. تعالوا بقى نراجع على كل اللي اخدناه ونراجع على الفعل ده من الاول علشان يثبت معانا اكتر. في الجزئية دي اتعرفنا على الاثبات وازاي نعمل جمل مثبتة باستخدام have or has. اتعلمنا كمان ان have or has بمعنى يمتلك او لدي. وده كمان فعل. لازم اخد بالي ان have or has ده فعل مش اسم ولا صفة. دول افعال. اخدنا ان ضمائر الفعل الجمع I, we, you and they بيجي معاهم have. لكن he, she, it بيجي معاهم has. واخدنا امثلة علشان توضح الكلام ده اكتر. I have a face and teeth. She has legs and feet. He has a black hair. They have a new house.
تاني حاجة اتعلمناها هي النفي. يبقى احنا اتعلمنا في الصفحة الاولى الاثبات، تاني حاجة اتعلمناها النفي. ازاي ننفي الفعل اللي هو have and has؟ بنستخدم يا don't يا doesn't. بنستخدم don't اللي هي دي، ونقول don't have مع I, we, you and they. ولكن بنستخدم doesn't اللي هي دي، ونقول doesn't have مع he, she, it. وhave ثابتة سواء مع ضمائر الفعل الجمع او مع ضمائر الفاعل المفرد. وبستخدم don't مع الجمع وdoesn't مع المفرد. وكنا اخذنا امثلة علشان برضو تثبت الكلام ده اكتر. I don't have a beak. He doesn't have a fur. They don't have money. She doesn't have a car. في نهاية الفيديو ما تنسوش بقى ان انتوا تشتركوا معايا في القناة عن طريق ان انتوا تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب تحت الفيديو ده، وكمان ما تنسوش ان انتوا تضغطوا على اللايك.